رد الاهلي في اي وقت، ما هو الاهلي رد جاء متاخرا بعد شهرين، قلنا لا ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي اصلا. صح. فالنهارده صفقتين زي دول يا كابتن جلال يعملوا رعب بلاد الجماهير. لما تسمع ان انتقال ناصر ماهر ومؤمن زكريا كنجم بالتابع، سيبك من القيم الماليه دلوقتي، ان صح كلامي، خلينا نفترض ان في جزء عندي غلط، ان صح كلامي صفقتين مرعبين ومكسب لبيراميدز. طبعا مكسب لبيراميدز كتير طبعا، بالذات مؤمن زكريا، لان احنا شفنا مؤمن زكريا ولعب منتخب مصر وبيكسب منتخب مصر والنادي الاهلي، انما لسه ما شفناش ناصر ماهر. ناصر ماهر من ساعه ما جه النادي الاهلي وعليه ضجه كبيره جدا، عقود اوروبا وعروض انديه ثانيه وبيراميدز عايزه والنادي الاهلي متمسك بيه وعلم من مليون ل 3 مليون والدنيا، واحنا لسه ما شفناش منه اي حاجه، لحد دلوقتي ما شفناش حاجه. حاجه عجيبه، حاجه عجيبه، عمل حاله جامده جدا في البلد واحنا ما شفناش باصه حتى، لحد دلوقتي شفنا باصه منه. بس عمل ماتشين حلوين يا كابتن. ماتشين حلوين، يا نهار ابيض، اللي لعب 10 سنين كسب مصر ده بقى ايه؟ بس هو لعيب، اللي لعب 10 سنين وكسب مصر. لا ما خلاص احنا الاجيال بتاعتنا، اللي لعب 10 سنين وكسب مصر ده بقى ايه؟ على كده بقى حسام حسن يتعمل له تمثال في كل في كل شارع مصر. احمد حسن عميد لعيب العالم يتعمل له تمثال، ابو تريكه، الناس دي، كل الناس الجامده ديت تعمل ايه؟ اذا كان بتقول لعب ماتشين، ماتشين والدنيا مقلوبه عليه ازاي يعني؟ ازاي اقيمه في ماتشين؟ ده لو لاعب منتخب ولا لاعب اساسي في النادي الاهلي ولا جاب اهداف ولا كان هداف الدوري ولا هداف الكاس ولا جاب افريقيا، والضجه جامده قوي 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 عليه، لسه ما شفناهوش. خلي بالك لما بيلعب في كان بيلعب في الداخليه باين؟ لا في سموحه. سموحه؟ بيلعب براحته، سموحه مش مطلوب منها غير دوري ولا كاس. ما هو دي بص، ده الراي المختلف بتاع الخبير وراي النجم طبعاً. العامة في ماتشين انك تعوض عبد الله السعيد، انا عاجبني جدا راي الكابتن جمال. يا كابتن عبد الله السعيد ده يعني حاجه كبيره قوي، النادي الاهلي عانى بعد ما عبد الله السعيد ما جاش. ما مش عبد الله السعيد، عانى النادي الاهلي. عبد الله السعيد ليه مكانه كبيره جدا في فرقه النادي الاهلي، وازاي بيكسبهم وازاي بيعمل. عبد الله السعيد لعيب كبير قوي طبعا، هو السمسار ضحك عليه برضه، واهم حاجه عنده الفلوس، ولكن ضيع نفسه في حته حب حتى جمهور الاهلي وجمهور مصر. انما ناصر ماهر، امتى انا اقول لك ان ناصر ماهر لا 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 خساره كبيره على النادي الاهلي وحاجه كبيره جدا لمنتخب مصر؟ اما اشوفه موسمين ثلاثه على الاقل اربعه ويكسب مصر ويكسب، اقول لك لا لا ده مش عبد الله سعيد، ده بقى ده حسن شحاته الجديد، ده حسام حسن الجديد، ده بوتاج الجديد، ده انما ده ماتشين وكل الضجه دي ما ينفعش. انا ما اقدرش اتكلم على واحد ما شفتوش، لان شايف الضجه عليه جامده جدا من غير ما نعملها. قول لي بس تردد بتاع القناه كام؟ تردد القناه كام يا استاذ خالد؟ كمان مش حافظ تردد القناه؟ لا مصلحه القناه في الدنيا كلها. تردد كام؟ صح يا كابتن، تردد يا استاذ، هنجيب لك التردد. نفس السؤال يا كابتن هشام، 12 لو صح كلامي، وشوف انا بسالك اهو زي ما انت عايز اهو، تمام صح كلامي يا عم، لا اجزم بيه، 11219 افقي. صح كلامي، كيف ترى انتقال ناصر ماهر ومؤمن زكريا لبيراميدز؟ لا يعني انا شايف ان صفقتين تقال، ان هو انت كمان مش عايز تقول اللي تفصح عن الرقم، واعتقد انه هيبقى رقم كبير قوي. مرعب. طب اهو انت بتقول مرعب، يبقى اكيد ايه؟ مرعب. اكيد ان الناس دي تقال قوي. يعني طبعا انا بحترم كابتن جمال في رايه. طبعا وانا زيك. يعني كل واحد بيحترم طبعا اراء الاخرين يعني، لكن في النهايه انا عشان مرنته كتير في الناشئين وعارف امكانياته ولو ابن الاهلي